مفيش احلى ولا اجمل من الفول المدمس البيتشي. تعالوا نشوف احلى فول بيتدمس، واحلى طريقة واحلى طعم. مش هقولكوا بقى على اللون، لون الفول احمر زي الكهرمان، حاجة كده اللي بيقولوا عليه زمان ايه الكهرمان. شايفين اللون؟ العدس طبعا الاصفر دايب، والحمص الشامي اهو باين، وحاجه كده لون وطعم وريحه روعه روعه روعه. الف هنا عليكم، يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. حطيت طماطمايه، ليمونه مقطوعه نصين عشان لون الفول ما يسمرش، حطينا فصين ثوم، حطينا الفول كوبايه فول، نص معلقه، نص كوباية عدس أصفر، ونص كوباية حمص شامي أو ربع وربع حسب ما تحبوا. طبعا أنا غسلتهم ونقعتهم ساعتين، وبعدين غسلتهم تاني وصفيتهم المية، ودي المرحلة بعد ما تصفهم المية أحطهم في الدماسة. بعد كده أحط في الدماسة ربع معلقة بيكنج باودر عشان تسوي القشر بتاع الفول ما يبقاش باين فيه القشر، وربع معلقه سكر، الاثنين دول بيتفاعلوا مع بعض ويدوبوا قشر الفول تماما. حطينا معلقه صلصه صغيره عشان تدي لون حلو للفول مع الطماطم. حطينا ميه لحد الجزء ده، ما يعلاش عن كده لان الفول بيفور عشان ما يفورش، وميه الفول اللي فيها الخامات والحاجات الحلوه دي تقع بره الفول، احنا عايزينها الفول يبقى محتفظ بميته ويستوي بميته كامله. انا طبعا بقفله كويس قوي بورقه فويل وطبق محكم كده عشان ما يسمرش الفول ويستوي بميته. بعد كده هنحطه على النار يغلي غلوه صغيره، ونكمل تسويه على الدماسه بتاعه الفول، دماسه مخصوصه للفول. وشوفوا اللون والروعه، والف هنا عليكم.